السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم جبت لكم هذا الفيديو راح ندير لكم التقويم أو اختبار في التربية الإسلامية للسنة الرابعة ابتدائي. لنبدأ. السؤال الأول، أكمل الفراغ في السورة الآتية بالآيات المناسبة. والتين والزيتون، يعني هنا أنا كتبت بصح، هنا قالوا لنا وطور سينين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا هذه سورة التين، وسورة التين تبدأ ب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذا كنتوا حافظين هذه السورة نورمالمون ديروها بلا مشكل. نروح للسؤال الثاني، صنف السلوكات الآتية حسب الجدول. إماطة الأذى عن الطريق، هل هذا سلوك حسن أم سيء؟ طبعا سلوك حسن، يعني حاجة طايشة في الطريق تروح تهزها وتديرها فوق التراب مثلا، هذا سلوك حسن. تعذيب الحيوان، هذا طبعا سلوك سيء، لا يجب أن نعذب حيواناتنا. عيادة المرضى، هل هذا سلوك حسن أم سيء؟ طبعا هذا سلوك حسن. زيارة الأقارب، هل هذا سلوك حسن أم سيء؟ طبعا هو سلوك حسن. معاداة الجار، هل هذا سلوك سيء أم حسن؟ إنه سلوك سيء. الكراهية، هل هذا السلوك حسن؟ لا، هذا السلوك سيء. نروح للسؤال الثالث، لحقنا للسؤال الثالث وهو الوضعية الإنماجية. عدت من المدرسة فوجدت أخاك يتشاجر مع ابن أحد الجيران، صالحت بينهما ثم نصحتهما وذكرتهما ببعض المظاهر المسيئة والحسنة إلى الجار، ثم ختمت نصحك لهما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجار، حرر ما قمت به في فقرة قصيرة. هذه هي الفقرة اللي راح نقراها. الوضعية الإدماجية، تقدمت منهما وهدأتهما، ولما زال عنهما الغضب بينت لهما أنهما جاران ولا يجوز لهما أن يتخاصما أو يؤذي أحدها الآخر بلسانه أو يده أو يسخر منه، بل يجب عليهما أن يتحابا في الله ويلقي كلاهما التحية على الآخر ويتعاونا على الخير ويزور كلاهما الآخر إذا مرض ويحسن كلاهما للآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لهذا يا أصدقائي يجب أن تحسنوا مع جيرانكم أو أصدقائكم، كل واحد هو أخونا في الله. إذا لازم تكونوا يعني تزوروهم، خاصة الجيران إذا كنتوا تسكنوا في نفس البطيمة لازم تكونوا متعاونين معهم إلى آخره. وأيضا يا أصدقائي لازم تحفظوا بعض الآيات والأحاديث اللي نستفاد منهم باش كنديروا وضعية الإدماجية في التربية الإسلامية في كل مادة، تكون عندنا حاجة يعني نكملوا بها أو كلام هكاك، يعني أي شيء، يعني حاجة نقدر نختموا بها التعبير. حتى المثل يا أصدقائي لازم تحفظوهم
او حتى تقدروا ديروا من راسكم باش تقدروا تحطوهم وتكون نتيجتكم رائعة. اذا هذا هو كان الفيديو اصدقائي، ان شاء الله يكون عجبكم، واذا حبيتوا نزيد لكم شوية امتحانات من هذا الكراس ما تنسوش تشتركوا في القناة وديروا اعجاب بالفيديو. مع السلامة.